صباح الخير للجميع، تحية عطرة لجميع الوجوه المؤسساتية الأمنية والولائية والقضائية والإعلامية والفنية. تحية للأمهات المكلومات بالفقد والفقدان، تحية إلى جميع من تأثر بقريب أو بعيد بسهام ونبال الطيش والزيغ والتيهان. تحية عطرة إلى جمعية في الزي، تحية العود والورد إلى صانعة لحظات الفرح من رحم الأمن سيدة أمينة. باسم السيد المدير العام الوطني أسجي لهذه السيدة الفاضلة الامتنان على إصرارها على مقاومة النسيان والبياض، على مقاومة النسيان والبياض الذين قد يزحف إلى الذاكرة بفعل الزمن. كتب لهذه المرأة أن تنتصر على قيم الحياة، أن تنتصر على قيم الحياة بزخم الأمل، وتتجاوز وجع الفقد والغياب لابنها المرحوم بعنفوان الجلد والصبر. نلتقي اليوم وقد عبقت أعطاف اللحظة بوجوه فنية ورياضية وإعلامية وازنة أتتت بأناقة وجمالية فضاء هذا اليوم. نلتقي في رحاب التواصل الذي في بوتقته تولد الحقائق وتتقاطع الآراء وتنبلج خيوط النور والشمس. تأبى المدير العام للوطن في عز الوصال بين نفوس فساء شاسعة من مكونات هذه الأمة أن تدبج زمن الإصغاء والإنصات للآخر بحبر الحميمية والقرب، وها هم ممثلوها على رأس السيد والي الأمن لولاية أم تطوان. تحية السيد والي الأمن بحبر الحميمية والقرب، وها هم ممثلوها على أعلى مستوى يلجون معكم مساحات الحوار والنقاش والتناظر الهادف والهادئ حتى ننظر جميعا إلى مرآة وجوهنا، إلى مرآة الواقع المغربي، نستجلي شوائبه وننصت إلى هواجسه ونمسح تضاريسه الوعرة درسا وتأويلا وتأملا تفكيكا وتحليلا. ونكرر مع صوت العقل في البدء كانت الكلمة كلمة لفضح الزيغ والتطرف بكل مشتقاته. اللحظة وازنة جدا في هذا الوقت الذي نشاهد ملاعبنا تتحول إلى بؤر لاستعمال أسلحة التطرف. التطرف مش هو الحيار ولا شيء واحد يدير الحزيمة الناسفة. الحزيمة الناسف هو تهديد حياة الآخرين وتهديد سلامة جسدي للشباب، هو المواجهة مع رموز القوات الأمنية تصل الجرأة ويصل الطيش إلى حد أن ما يسمى بمجموعات الألطرس هي بريئة من هذا المسمى، لأن يعني جمعية الألطرس ألترا بصفة عامة يعني في الروح الحركة بعيد عن العنف، في ينبوذ العنف. وصلنا للهوليغانيزم، الآن نسجل بمرحلة الهوليغانيزم في هذه اللحظة الفارقة التي ملفت هو هناك الهوليغانيزم. كنا نتكلم عن الفونداليزم، فإذا بنا نقفز مباشرة في لحظة فارقة إلى الهوليغانيزم. ما وصل الوضع إلى درجة الغيبوبة في حالة سلوكات بعض المجموعات ديال البطاس؟ الغيبوبة عرفتش شنو هي الغيبوبة؟ الإنسان ما بقاش تيعقل تيكون السيد الشاب دخل الغيبوبة ما عرفش واش جا مو ولا جا با ولا جا خوتو ولا فهمتنا حالة الغيبوبة. بعد ما نصرخنا من القيم الرياضية، صرخنا على ما الإطار الذي أثر لظهور حركة الألطرس، الذين حركة بعض الألطرس أنا أقول دائما البعض الذين يستفيقون على السلاح الأبيض ويشربون ويمسون على 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 المعارك وعلى شتم الآخرين عبر على عبر عبر, عبر الريزو سوسيو شبكات التواصل الاجتماعي. هل لدى هؤلاء شرعية الوجود أولا؟ هل أطرس وجود شرعي بالمغرب؟ أتساءل معكم الناس اللي عندهم القضاء وعندهم الفكر القانوني والحقوقي، ليس له وجود قانوني في الترسانة القانونية للمغرب بتاتا. كتير واحد يكون واعي وعايق وفايق
راه ما كاينينش وجوه غير موجودين، كائنات غير موجوده على ارض الواقع غير موجوده. احب من الحب كريم قال غير قانونيه سون دي اسوسيسيون دو فيت با دي اسوسيسيون دو دووا، مجموعات جات بالقوه بالفعل بالعرف، ماشي ماشي بالقانون، ما عندهاش شي نص قانوني. جمعيه تؤسس تمشي عند سيدي وكيل المالي تاخذ وصل تدخل للساحه تمارس كاي جمعيه في المغرب. كاين ذات الممارسه في 2005 ظهروا لي جرين بويز، ظهروا لي وينرز، ظهروا لي زوتراس كامل ولي بلاك ارمي من بعد. هذو هما البدايات سيمبرا بالوما تنظن في واحد المرحله، هذا هو التاريخ 2005 خديت شي وصل خديت شي وصل تمارسوا بواحد الهدوء بواحد غزه المرحله. الان هناك تطور نوعي طفره خطيره جدا في السلوكات ديال الناس بعد هاد الناس ليس بجمهور وبركه عينا من هاد محسوبين على فريق الثلاث الاهلي ولا فريق لا اللي دا شي كعيات يقول لك انا محسوب على فرقه هاي محسوبين ماشي حنا. شكون هو ولينا شكون هما الفريق؟ فين نجلس معاهم الحوار؟ كيف نجلس مع من نتحدث؟ مع من سنتكلم؟ مين انت تقول لي ماشي حنا؟ الاخر تقول لي ماشي حنا، الاخر تقول لي ماشي حنا، الاخر ماشي حنا، شكون؟ جنون يهضروا باللغه ديال المجهول. كاين ناس تيقولوا بهاد العالم وضاب ومضبوطين امام المحاكم، وكاينه كلمه ديال القضاء ما ندخلش فيها انايا، ليس لي حق ان نتكلم على المصير ديال هاد الناس هادو لان القضاء لا يجب ان نؤثر عليه. اذا ما كاينش كاين قانون الحريه العامه. لاسوسيون دو فيت في باريس سيد وزير الداخليه 2009 مات شاب، تم حل لي زولترا ديال برونز بول وديال الاوتوي تحلوا نهائيا 600 متر يكون يشم تشم رائحته واحد من الزولترا يعتقل. هذه دوله نموذجيه في الرياضه وفي مجموعه مقومات حضاريه الى اخره. اذا باش تكونوا واعيين هاد الناس ديال لي زولترا راه خدامين خارج الشرعيه، ما عندوش اطار قانوني معترف به. وارغم من ذلك الناس ديال الامن الوطني شنو مجموعه مراحل الناس ديال السلطه العموميه والقوى العموميه والاداره الترابيه وغيرها كلهم مندمجين وزاره الشباب والرياضه جميع ملك كره القدم الشان الرياضي قاموا بواحد سياسه القرب باش وصلوا لهاد الناس الى مستوى ديال الفضاء الحر والتعبير الحر والى اخره. لكن هل هاد الناس في مستوى هذه الثقه؟ الله يخليك نديروا الباش، الله يخليك ندخل بكري، الله يخليك من 21 و40 غادي يصابوا المساق والسكوتش باش يطلعوا التيفو باش يطلع الكابو باش يطلع كذا. الى اي حد شنو هو الثمن؟ ما خدامش انت معنا مزيان ما سديش ما غاديش السلوك ديالك اللي اذا توقعوه منك انت. لا تنشرفوا حنا ناس نصبروا على الاعمال القانوني، ما يمكنش يخرج القانون مادام تنوقفوا ونصبروا على هذه امانه ما نطابنا كضابطه قضائيه في المغرب. كاين ما يمكنش نتعامل مع اي اخلال بالتسامح او نغطوا الطرف، ما يمكنش. كاين حاله ديال الاخلال كاين القاء القبض كاين عمليه تقديم امام انظار النيابه العامه. بالتالي كونوا واعيين بان حتى حد ما يفرض على الاداره العامه لا المدير العام لا المواطن او اي قوه عموميه او اداره ترابيه باش يدخل شي واحد مباشر التيران. حتى واحد ما تيفرض عليه، ما كاينش شي كتاب، ما كاينش شي مشرع، ما كاينش شي عرف عندنا مكتوب. هذا نوع من التسامح، واحد الهامش ديال الحريه، واحد من الهامش ديال الاصغاء للاخر، واحد النوع من تتبع الحركه الكونيه في هناك قال الاستاذ القريه الكونيه. فاذا بيت تشوفوا هاد الناس ولات بحال حق مكتسب، ماشي حق مكتسب، شي فافور، ماشي حق مكتسب، شي فافور. غير حنا اللي خليناكم تدخلوا ملعب تندخلوا انا الاول كشرطي تنزيروا الديسبوزيتيف ديالي بالعمل ديالي بالعمل النظامي ديالي. فإذا عندك تيكي دخل، عندك تيكي دخل، سيتو مقعد يساوي تيكي يساوي تذكرة. تحت ما تيفرض عليا هذا التليفون هذا باش نطرح لكم أسئلة حقيقية. باش ما يبقاش واحد مجموعة مغرضة، حتى حاجة كاينة مقدسة في البلاد معروفة. كاين شي حاجة مقدسة عندنا حنا بالنسبة من الخارج حتى هو بيت اللي تيعرفها المغرب، الله هو الوطن الملك. فبالتالي باش نتفاهموا. باش تسنى بلاتي عشان كيفاش الباش؟ تعرفش انا لا امي انا ما تنعرفش انا، تعرفش شنو هي الفلتر انا امي، عشان امي ما تعرفش كيفاش الفلتر، عندك تيكي دخل، حيدو هاد البساله بان، تيفو كدا هذا في الخلق لازم يواجه بشراسه ويتجه الى القوى العموميه، بأي حق؟ بوليس يضربك اعتاد عليك كاين الركوع، كاين القوانين في البلاد، كاين متابعه،
كاين قنوات ديال التفتيش، كاين مدير العام عنده واحد القنوات ديال الانصاف الاخر والشكايات وكذا، كاين النيابه العامه سير قدم الشكايات، داروا لي اختيار نفعلوا لي داروا لي، ولكن تاخذ حقك في الدين كاين شي حقوق ما كاينش تحت اي مبرر، ما خصوش ندخلوا في هذه المسائل، ما نسنتوش اللي تسنت لهذه الاطروحه بهذا الشكل هذا، عرف بان كاين هناك سؤال يطرح فينا ان شي حاجه في هذا شي حاجه كاينه في عقل داك السيد اللي تسنت لهذه المسائل، شيء ما غير طبيعي. علاش تنشوفوا لنا بعض المنابر وتنشوفوا لنا بعض الكتابات وبعض كذا كاننا نجد المبررين للعنف، تطرف ليس له ما يبرره في اي حاله من الحالات، دائما كاين الحوار ديك ديما كنكون جلوس على الطاوله، دائما كاين مجموعه اشياء، ولكن باش تقول بانه غادي ناخذوا وتوصل جراه اننا نقيسوا رموز ديال الدوله المغربيه حقيقه لا يؤسف لها. فبالتالي حنا عندنا تدابير ديالنا من يجي الوقت ديالها ستفعل، باش يكون واحد واعي بان هذه المسائل هذه ما غدوش بخير، وعلى هذه المسائل هذه سيكونوا وراءها ما وراءها، لان الناس هذو تجاوزوا الحدود ديالهم، وكاين القانون في الدوله، وكاين مسائل القضاء راه تيقول كل قانون ديالو، والناس اللي كانوا راه كيبصاب صاروا وجوه معروف. بالتالي ما يكونش واحد غلط صحاب غير اجيب ديال باش ودخل، راه ماشي فعل ماشي حق، ما عطاهش كيعطيني حق لا حق الا بالنص، لا حق الا بالنص، لا جريمه ولا عقوبه الا بالنص، هذا هو الفقه القانوني. باي حق تثبتي انت باش غتدخل وتقول لي انا كذا شي كفاره؟ مش عرفتي شكون هو شي كفاره؟ اكبر مجرم في نزويلي اللي كان في الحرب ديال 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 سميتو ديال كوبا مع فيل كاسترو مرتزل، الناس ما تيفهموش حتى اش تيكتبوا، فهم بعدا من طلع تيفوق ومن طلع الميساج ومن كل كابو تيغني شوف شنو تقول، شكون هادشي كيدير؟ هضر لي شي رموز من رموز المغرب، قول لي شي سؤال شي واحد على علال الفاسي، قول لي شي واحد انا سي با انا من رموز المقاومه على عبد الله، تقول هادشي كيفاش عرفتي شكون هو انت صغير عندك 7 غرام؟ عرفتي كيفاش شكون هو؟ فنزويلا عازل بابور يا مون امور وكذا، خصو واحد يكون في واحد المستوى يعرف اش تقول، حتى الا كانت شي كلمه كتبات، حنا شعب كذا، كيفاش فرقات تقول حنا شعب كذا، علاش هاد الهوى والخوار هذا؟ شاد هاد الاسلوب اللي ما كيبقاش تينمو عن جهل الحقيقه، كاين مجموعات ناس تتكتب بعض الاشياء اللي ما بعدا هي تطعن في نفسها بقدر ما هي اهانه ولا في الحقيقه، الا تكتبوا شي اشياء كونوا بعدا يترزق شويه الرزانه، وعرف العربيه كيفاش تكتب اللغه العربيه، راه ماشي شي نابورت كوا، ماشي انا جاو ستيلو ودير باش وكتب شري شي كراج وبقى تكتب داك ستيلو داك البومبا وبقى تكتب، خاص تعرف اش تكتب، يضحكوا عليكم الناس، شوف لي هاد الميكروسي. فبالتالي خص الواحد ما يكونش ما يبينش اذا كانت الاميه الرياضيه على الاقل يكون له وعي يتشاور، راه كاين صوت العقل داخل لي زيوترا، كاين الناس اللي تيقولوا لا هنا هربنا من هذا الشيء ما عندنا ما نديروا بهذا البلان، داك التشرميل ديال الملعب عنده نصوص قانونيه تعاقبه، ملي تقول واحد الكلمه وتسب والقذف في حق هيئه معينه في حق جامعه معينه في حق شخص باسمه عنده الحق يتابع، وسير بلاصه تحيد داك الباش وتحيد داك داك الميساج وتعاقب دوك اللي قابطينو، كاينش الهضره في ميجي نهزات تقبض. انا تنظن ان المستوى ديال الزيوتر راه ماشي هو اللي في ميجي، واش تقراو شنو النصوص القانونيه؟ الاستاذ راه قال كذا بين مواد حريقه مواد كذا، راه ضد المقتضيات القانونيه. ما معنى ان ترقى نبدلو شويه، ما معنى ان ترقى مدينه تطوان؟